قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك وابسط فؤادك إن النفحات هذا الكتاب هذا كتاب الله فقم به متخشعا فقم به متخشعا متدبرا تصفو هناك عظات. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا البرنامج، برنامج أفياء قرآنية الذي يضم باقة منوعة في رحاب كتاب الله العزيز وخدمته، فأهلا بكم. نجدد الترحيب مشاهدينا الكرام ونبدأ معكم جولتنا في رحاب القرآن الكريم بأولى فقراتنا وهي سنة الفرقان. مشاهدينا الكرام، للإيثار منزلة خاصة في منظومة القيم الأخلاقية في المجتمع البشري عموما وفي الإسلام خصوصا، فهو غاية المكارم التي لا تكتمل إلا به، ويستحق به اسم الكرم والجود والسخاء، بل هو أعلى مراتبه، وبه تملك القلوب وتقترب النفوس، وهو زينة الزهد وأفضل الاختيار. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم حيث قال تعالى في سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبمفهومه اللغوي يعد الإيثار اختيار الشيء وتقديمه على غيره، أي أنك تفضل الآخرين على نفسك فيما أنك محتاج إليه، يعني هذا الشيء أنت محتاج إليه فتقدم الآخرين على نفسك. ومن هنا نستشف الأهمية الكبرى للإيثار في حياتنا، فمضافا إلى كونه عبادة من العبادات التي يترتب على فعلها الأجر والثواب، هنالك أيضا جملة من الفوائد الأخرى المترتبة عليه، كنفي الحرص والطمع من النفس. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: أفضل السخاء الإيثار، أفضل السخاء الإيثار. كما يعمل الإيثار وحدة من الأمور التي يعمل عليها على توطيد العلاقات والروابط الاجتماعية وأحكامها أو أحكامها بين المؤمنين. مشاهدينا الأعزاء، يتجسد الإيثار بعدة طرق، منها الإيثار بالعبادة والدعاء، فهناك نصوص كثيرة تحث المؤمنين بالدعاء لبعضهم بعضا، وعلى هذا جرت سيرة المعصومين عليهم السلام. فقد ورد عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: رأيت أمي فاطمة الزهراء روحي لها الفداء قامت في محرابها ليلة جمعتها، يعني في ليلة الجمعة، فلم تزل راكعة وساجدة حتى اتضح عمود الصبح،
وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت لها: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. نعم، هذه فاطمة الزهراء، هذه منقبة من مناقبها، وهي كثيرة المناقب والأشياء الحسنة. نعم، وهناك أيضا الإيثار بالمال، وقد مدح الله تعالى أهل البيت عليهم السلام إذ أنزل عليهم سورة من القرآن عندما باتوا 3 أيام من غير إفطار على طعام سوى الماء، لأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم. أما الإيثار بالنفس فلعله طبعا، والآية في قضية الإيثار أهل البيت سلام الله عليهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. نعم، أما الإيثار بالنفس فلعله أعظم أنواع الإيثار، لأنه كلما اشتد حرص الإنسان على شيء كان الإيثار عليه أصعب، ولا شك في حرص الإنسان على حياته وروحه وبقائه. لذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: الإيثار أعلى الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة المشاهدين والمتابعين، نستكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة في تسليط الضوء على دورة الأنغام والأداء التطويري بالطريقة العراقية. اليوم إن شاء الله سنأخذ أول مقام من المقامات الرئيسية ضمن الطريقة العراقية، وسنبين كيفية أداء هذا المقام. بداية، هذا المقام يتميز في أداء وتصوير الآيات الحزينة في القرآن الكريم، وهذه معلومة يجب أن يلاحظها كل قارئ في أداء المقام فيما يتناسب مع الآيات التي فيها حزن وفيها فرح وفيها بشارة. فمقام الصبا من المقامات التي ذات طابع حزين. إن شاء الله سنطبق من سورة البقرة المباركة مقام الصبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. هذا هو مقام الصبا. إن شاء الله في الحلقات المقبلة سنتناول فروع هذا المقام. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وسعدتم أستاذنا الفاضل على هذه المعلومات القيمة. نعم مشاهدينا الأعزاء، وصلنا الآن وإياكم مع فقرة المتفرقات القرآنية، وأول ما نبدأ به هو الإعجاز القرآني. فمن خلال التمعن والتدبر في القرآن الكريم نجده زاخرا بقضايا علمية
تبهر العقول، ومنها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فقد بيّنت أحاديث المعصومين عليهم السلام التفسير الأدق لها، غير أن الكثير لم يلتفت إليه واقتصروا على الإشارة بكون الجبال أحد الوسائل التي يستخدمها الإنسان للاستدلال على الطرق، لكن الحقائق البحثية العلمية أثبتت أن هذه الآية تشير إلى إعجاز علمي أعلى يدل على قدرة الخالق عز وجل، حيث أثبتت أن خلقة الجبال في أصولها مرتبطة مع بعضها كالدرع المحكم لتحفظ الكرة الأرضية أمام الضغوطات الناشئة من الحرارة الداخلية التي تتفجر منها البراكين، فضلاً عن حمايتها مما يتعرض له سطحها من اضطراب بين الحين والآخر بسبب الزلازل المدمرة التي كانت ستبلغ حداً ربما لا تدع معه للإنسان مجالاً للحياة لولا أنه جل وعلا ثبت الأرض بالجبال الرواسي. كما اكتشف العلم الحديث أن الجبال تتركب فيها الأرض من خلال الأوتاد، وأشار سبحانه وتعالى إلى هذا الوصف لشكلها الظاهر والباطن حيث قال: وقوله الحق والجبال أوتادا. نعم مشاهدينا الكرام، مع فقرة مفردات، حيث ورد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وردت مجموعة من المفردات ذات معان خاصة، فالخمط على ما قيل كل نبت أخذ طعما من المرارة، أما الأثل فهي شجرة الطرفاء، وقيل شجر يشبهها أعظم منها لا ثمر له، والطرفاء شجرة أو شجيرة كروية التاج لا ثمر فيها، يصل ارتفاعها إلى 12 متر، سريعة النمو كذلك، وأوراقها أبرية صغيرة متساقطة، وأزهارها صغيرة ثنائية الجنس، سنبلية الشكل كثيرة العدد، خشبها غير متين، سهل الكسر وقابل للتشقق أيضا والالتواء، يستعمل وقودا وللتفحم أيضا. ولقد ضمت آيات الذكر الحكيم دقة المعنى، حيث أشارت كل مفردة من مفرداته لقضية وفعل خاص، حتى وإن اجتمعت لفرد أو جماعة معينة، ومنها فعله عز وجل بقلوب الكافرين، حيث قال تعالى في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم إلى نهاية الآيات. بينما يقول عز من قائل في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، حيث أن الطبع أثر يثبت في المطبوع ويلزمه فيفيد معنى الثبات واللزوم، أما الختم فينبأ عن إتمام الشيء وقطع فعله. نعم مشاهدينا الكرام، فقرتنا التالية هي فقرة الحراك القرآني. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامج أفياء قرآنية، ونحن نلتقي معكم من جديد والحلقة الثانية من هذا البرنامج المبارك من خلال شاشة الجوادين المباركة العتبة الكاظمية المقدسة. تطرقنا في الدرس الماضي إلى المقدمة والتمهيد لدرس القراءة الصحيحة، اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى عرض بعض المعلومات الخاصة بهذا الدرس. سنتناول إن شاء الله هذا اليوم بعض المصطلحات الموجودة في درس القراءة الصحيحة من خلال المعلومات التي يعطيها الأستاذ في هذا الدرس. سنتطرق إلى الحركات العربية والقراءة التفكيكية والقراءة الجماعية واستخدام بعض الوسائل الحديثة للتعلم.
بالنسبة للحركات الإعرابية الفتحة والضمة والكسرة الموجودة دائما في الكلمات القرآنية، يجب على كل طالب تعلمها من خلال المشافهة مع الأستاذ، وكذلك المتابعة والاستماع إلى درس الأستاذ والمراجعة في البيت، لأن المراجعة ضرورية جدا باعتبار أن المادة التي يعطيها الأستاذ تمثل 20% من التعلم، والباقي 80% يكون على الطالب. لذلك يجب على الطالب أن يراعي هذه الأمور من خلال تحضير الدرس الذي يعطيه الأستاذ. كذلك نستخدم في تعليم القراءة الصحيحة القراءة التفكيكية التي يعطيها الأستاذ من خلال الكتابة على السبورة ولفظ الكلمات السهلة أولاً ومن ثم الصعبة التي توجد في القرآن الكريم، وبهذا سيتمكن الطالب الذي يريد التعلم القراءة الصحيحة من لفظ الكلمات بصورة صحيحة وسهلة من خلال المتابعة مع الأستاذ والمشافهة معه في الدرس. كذلك يستخدم الأستاذ في طريقة القراءة الصحيحة القراءة الجماعية من حيث كتابة بعض الكلمات بالحركات على السبورة، ومن ثم يطلب من الطلبة القراءة عندما يتلو عليهم هذه الكلمة، يطلب من الطلبة أن يقرؤوها بمجموعة حتى ترسخ في أذهانهم. هذه طريقة يعني أدت إلى نجاح في تعلم القراءة الصحيحة. نلاحظ من خلال قراءة الآيات الكريمة وجود حركات مختلفة في كل كلمة. يقوم الأستاذ بتدريب الطلبة على كيفية لفظ الفتحة والضمة والكسرة في آن واحد من خلال تعلمهم كيف يروضون لسانهم على هذه الحالة. كمثال نقول كتب، نلاحظ الكاف مرفوع بالضم باعتبار أن الضم هو نصف الواو، وكذلك التاء مكسور بالكسر وهي مقدرة بنصف الياء، والباء مفتوح أيضا يقدر بنصف الألف حرف الألف. من خلال هذه الكلمة سيتعلم الطالب كيفية لفظ الحركات بصورة سليمة وسهلة من خلال التمرين اليومي الذي يعطيه الأستاذ لكل طالب سواء كان في الدرس أو في المنزل. إلى هنا مشاهدين الكرام ننهي حلقة اليوم، إن شاء الله لنا عودة في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى فقرة درر مكنونة، وإن شاء الله نتلو عليكم أوائل الآيات من سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. صدق الله العلي العظيم. نعم مشاهدين الكرام، سورة القارعة هي السورة الواحدة بعد الماء ضمن الجزء 30 من القرآن الكريم، سميت بهذا الاسم لمطلعها المبارك في الآية الأولى من قوله تعالى القارعة. تتناول السورة بشكل عام
المعاد ومقدماته بين بيان ومؤثر أيضا وإنذار صريح، عفواً، وهو بيان مؤثر وإنذار صريح وواضح، وتصنيف الناس يوم القيامة إلى جماعتين: الجماعة ذات الأعمال الصالحة التي سوف تحظى بحياة راضية سعيدة، وجماعة الأعمال السيئة والتي مأواهم نار جهنم وبئس المصير. وتعتبر هذه السورة من حيث المقدار من السور التي لها آيات متعددة وصغيرة والمعروفة بالمفصلات. نعم مشاهدينا، وردت فضائل كثيرة في قراءة سورة القارعة، ومنها قول النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة، كما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ وأكثر من قراءة سورة القارعة آمنه الله عز وجل من فتنة الدجال ومن قيح جهنم يوم القيامة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أفياء قرآنية. تقبلوا مني ومن جميع فريق العمل كل التحايا والاحترام.